بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الأبدين. بنكمل في لقائنا النهاردة من أسرتي أيقونة في الكنيسة عن المغفرة في الأسرة، ونسأل نفسنا إزاي الإنسان يكتسب أنه يغفر الآخرين. ممكن الإنسان يقول أنا مش قادر أغفر، وده عرض ممكن كلنا نتعرض له ونحس بيه. كيف نتعامل معه روحيا؟ أولا لازم الإنسان يدرب نفسه على احتمال الآخر. الاحتمال بيرقي قلب الإنسان ويديله قدرة في التعامل مع الأمور الصعبة. نمرة 2، لا تترك الغضب ينمو في داخلك، لازم ترد عليه. لو حد أخطأ في حقي وأنا قلت لنفسي قبل ما أقوله إن أنا لازم أحتمل ولازم أسامح، هستطيع إن أنا بنعمة ربنا أنا أسامح. نمرة 3، قبل ما أنظر للسلبيات اللي في شريك حياتي لازم أنظر للسلبيات اللي عندي. يعني أنا في سلبيات، خطياتي أمامي في كل حين، عندما أتذكر ضعفاتي أستطيع أن أساعد الآخرين وأستطيع أن أحتمل الآخرين. 4، حاول تنسى. النسيان في حياتنا أمر مهم، وإن لم تنسى الإساءة انسى أثرها، لأن ممكن أقول لنفسي شريك حياتي ما يقصدش، بالتأكيد ما يقصدش. ودي طريقة 5، إن أحاول أبحث عن مبرر لهذا الخطأ، أو إنه كان ضعيف أو متألم. كل هذه الأمور بتساعدني إن أنا أغفر. أيضا لا نحاسب على كل شيء، في أمور صغيرة مش ممكن مش لازم نحاسب عليها، لكن لو في أمور صعبة وكبيرة لابد أن نعاتب عليها ونحاول نوصل لتفاهم مع شريك الحياة لكي نستطيع أن نسامحه. أيضا أولاد ربنا ما يكونوش سريع في الغضب، غضب الإنسان لا يصنع بر الله، بل لابد أن الإنسان يكون بطيء ويساعد نفسه أنه يحتمل إلى أن يمتص الغضب، وبعد كده يعاتب ويتكلم ويناقش ويتفاهم على كيفية تجنب هذه الإساءة التي نعم. نقطة تانية مهمة جدا في كيف أسامح، بأن زي ما يقول الكتاب لا تقاوم الشر بالشر ولا شتيمة بشتيمة، نمنع نفسنا أننا نرد الإساءة. ولو منعت نفسي أن أرد الإساءة هستطيع بأعصاب هادية أن ناقش مع الطرف الآخر لماذا كان هذا السبب ولماذا كان هذه الإساءة، فنستطيع أن نمحيها بسرعة جدا. أهم عنصر يساعدنا على كيفية أننا نغفر بعض هو أننا أصلي من أجل الذي أساء إليه، وده اللي قاله ربنا يسوع: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. حتى قبل ما رد ممكن أرفع قلبي لربنا أقول لرب ساعدني، سامحني أنا على خطاياي عشان أقدر أسامح أنا أخويا أو زوجتي أو زوجي على خطاياه. وهكذا نستطيع أننا نغفر بعضنا لبعض. ربنا يعطينا أننا نتعلم كيف نغفر بعضنا لبعض لكي يغفر الله لنا زلاتنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.